السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم في عندنا موضوع جديد رح نحكي عن نوال السعداوي، ولكن بطريقه مختلفه تماما عن معظم المقاطع اللي عم تنتشر حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي. ليه؟ لانه موضوعنا اليوم رح يكون، او مقطعنا لليوم رح يكون موضوعي تماما، ما رح يكون في تمييع للحقائق، ما رح نجامل حدا ولا نتحيز، رح نكون موضوعيين. رح نجيب اقوال نوال السعداوي خلال حياتها اللي ظلت تقوله خلال حياتها ليوم موتها، ما غيرت اقوالها. رح نحطهم مقابل الآيات القرآنية، النصوص القرآنية، نشوف القرآن شو بقول، ونشوف كيف هاي الامرأة كانت عم بتفكر، وهل هي كانت عن جد بتآمن بربنا سبحانه وتعالى وبالأمور اللي ربنا نزلها علينا أو أمرنا فيها من كتب سما، يعني من كتب سماوية، من رسل، من أساسيات بالدين الإسلامي أو لا. رح نشوف اليوم هذا الشيء بكل موضوعية، شو كانت تقول مقابل القرآن الكريم. تمام، انا اليوم صراحه من الصبح وانا عم اشتغل على هذا المقطع اخذ مني وقت طويل جدا، بس كتير مبسوط لانه رجع خلاني امسك القران الكريم وافتحه واطلع بالايات تاعيته وحده وحده. كتير هذا المقطع حيكون فيه ايات، طبعا يكون شوي طويل، ولكن باذن الله مفيد للكل وراح يكون كامل شامل وبيبين كل الحقائق بموضوع نوال السعداوي. نوال السعداوي بمقاطع لها على الانترنت، بمقابله لها باليوتيوب من لندن، ببرنامج اسمه بلا قيود، قالت كتير أمور. أول شغلة قالتها نوال السعداوي هي قالت إنه الأزهر هو بمصر هو مؤسسة رجعية، يعني مؤسسة متخلفة لازم يتم وقفها والسيطرة عليها ومواجهتها. بمقابلتها وصفت السعداوي الأزهر بالمؤسسة الخطيرة، وطلبت من الرئيس السيسي، وقالت من عن الرئيس السيسي إنه هو غلط إنه هو عم يطلب من الأزهر، بالعكس هو لازم يوقف الأزهر بالقوة، وطلبت منه أنه يحرض الناس، يحرض الجماهير أن الثور على الأزهر، وهي بتقصد بالأزهر يعني مكانته الدينية، يعني بتقصد أنه الشعب أو الناس لازم تثور على الدين بشكل عام بمصر وبكل الدول العربية والإسلامية، تماما زي ما صار بأوروبا لما الشعب والناس ثارت على الكنيسة سلطة الدين، ومن وقتها تحولت أوروبا لأكثر قارة ملحدة بالعالم موجودة اليوم. هذا الشيء بالضبط اللي كانت عم تحكي فيه نوال السعداوي. عشان هيك طلبت نوال السعداوي من الناس انه، وطبعا من النظام الحاكم، انه يخلع الدين، يثور على الدين، يكب الدين بالقمامة، لانه بوصف السعداوي بالمقابل انه الأديان كلها متخلفة وانه هي لا تواكب العصر ولازم تغيير الخطاب الديني. وهي بتقصد بالخطاب الديني، بتوضح نفسها، بتقول انه لازم تغيير النصوص الدينية، يعني كل الكتب الدينية. بتكفي السعداوي بالمقابل وبتقول انه الأديان كلها طبقية عنصرية بتضطهد المرأة، يعني الإسلام بيضطهد المرأة، يعني ربنا بيضطهد المرأة، يعني الرسول عليه السلام اللي طبق الإسلام بيضطهد المرأة. بتقول انه الأديان كلها بتخدع الناس، يعني الله سبحانه وتعالى بيخدع الناس، ويعني الرسول عليه السلام كان عم يخدع الناس. شيء ثاني خطير جدا قالته نوال السعداوي، وكمان في شغله حبيت اوضحها بهذا المجال، لانه هون لازم اشرح بعض الامور لانه في ناس يمكن ما تفهم هاي الشغلات، انه الملحدين بالعالم الغربي بيستخدموا نفس الاساليب، نفس الطريقه بالكلام، انه لما يحكوا عن رب العالمين او الناس اللي كانت مؤمنه او مسلمه وبطلت تؤمن بإله وصارت ملحدة، بتتبعوا كله نفس الاسلوب اللي هو الرموز او الرمزيه، يعني بيوصفوا ربنا سبحانه وتعالى بأمور رمزية، يعني هن بيقصدوا أنه هو غير موجود، يعني هن بينكروا وجوده، الوجود الفعلي كخالق، كمتصرف، كمؤثر، كحي، كلا يموت، أنه هو بيتدخل، أنه هو له دور، أنه هو رح يعني نرجع لعنده يوم القيامة ويحاسبنا، وفي جنة وفي نار. فهي بترفض هذا الشيء، هي بتنكر هذا الشيء، وبتقول أنه الله هو رموز، هو حب، هو حرية، هو عدل، هو أمور خاصة بالإنسان، هو الضمير الإنساني يلي بيخلي الإنسان يعمل أمور منيحة. فإذا الله سبحانه وتعالى بوصفها هو الضمير الإنساني، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهي قصدها للناس اللي بتفهم باللغة الملغومة، هي قصدها أنه هي بتنكر وجود الله سبحانه وتعالى كوجود إله متصرف له حركة حي. هي ما بتعترف بهذا الشيء، بتعترف أنه الله هي مجرد كلمة الناس أطلقوها على مر التاريخ على أمور رمزية، هي العدل والحب والرحمة وهي الأمور يلي الملحدين عادة بيستخدموها لحتى ما يجاوبوا بشكل صريح على كلمة أنه ما في الله.
بالمقابلة اللي حكينا عنها بلا قيود، بتقول المذيعة لنوال السعداوي الكلام اللي هلا هتسمعوه مني، انا حطلع شوي بالملاحظات اللي كتبتهم. بتقول تغيير الخطاب الديني يعني تغيير للنصوص الدينية، فبتقول للمذيعة يعني بما في ذلك نص القرآن الكريم، يعني القرآن كمان لازم يتغير. فبتقول لها طبعا طبعا كل الكتب، وما الكتب طبعا السماوية، كل الكتب هذه ليست نصوص إلهية، هي هيك بتقول، لأن النصوص تتعارض مع المصلحة بتقول، وبتقول إنه لما المصلحة تتعارض مع النصوص يجب تغييب النصوص، لأنه المصلحة هي اللي بتحكم. وبتقول كمان إنه المصلحة متغيرة ولكن هاي الكتب ثابتة من زمان، فهذا الشيء بيعني إنه هي كتب لا قيمة لها ويجب أن ترمى في النفايات. وهون بتستغرب المذيعة منها وبتسألها هذا السؤال، فبتقول لها طيب كيف ممكن تغيير نص أنزل من الله كما يؤمن المسلمون يعني؟ فبتقول لها لا 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 لا، بتغير القرآن فيه دلوقتي آيات كثيرة لا معنى لها اليوم، بتقول لها مثل تطبيق مثل الرق والعبودية وهاي الشغلات يلي ما لها معنى بهذا الزمن، فعشان هيك بتقول لها انه لازم القرآن نصوص القرآن تتغير كلها. كمان لما سألتها عن القرآن الكريم انه هو كتاب مقدس، قالت لها لا هو مش كتاب مقدس، وهذا الشيء بيعني انه هي بتنكر انه القرآن الكريم هو كتاب مقدس، يعني بتنكر انه هو من عند الله سبحانه وتعالى، يعني بتنكر الكلام اللي فيه، يعني بتنكر وجود ربنا وبتنكر اصلا نبوة النبي محمد. بعدين تسألها المذيعة بتقول لها كيف بتفكري بالموت؟ كيف تفكرين بالموت؟ فبتقول لها الموت غير موجود أصلا، يعني هي بتنكر أصلا وجود الموت. فقالت لها طيب وماذا عن بعد الموت؟ يعني بعد الموت أنت برأيك شو بيكون فيه؟ يعني أنا كإنسان مسلم بعرف شو حيكون فيه بعد الموت. هي سألتها نفس السؤال، فشوفوا شو جاوبت. بتقول لها علمونا في الطفولة إنه بعد الموت حتروح جنة أو نار. قالت لها لا، كل ده حاجات رمزية. نرجع لكلمة الرمزية، هي بتقصد كمان إنه ربنا هو شيء رمزي، وكمان بتقصد هي بكلام واضح إنه الجنة والنار هي شيء رمزي مش موجودة بالحقيقة، وهي مجرد تخويف، هيك برأيها لها لنوال السعدوي. فبتقول لها في حياة بعد الموت لكن بشكل آخر، قالت لها بيتحول الإنسان إلى زهرة أو بيتحول إلى قط أو بيتحول لشيء آخر تماما مثل ما بيقولوا بالديانة الهندوسية أو البوذية. يعني هي بتآمن بالأفكار البوذية وبترفض أو بتنكر وجود أصلا جنة أو نار، وهذا شيء أساسي بالدين الإسلامي، وراح تشوفوه هلا بالمحكمة القرآنية لما أنتقل للقسم الثاني ونعرض كل الآيات اللي جمعت لكم إياها لليوم. بعدين تسألها سؤال خطير، بتقول لها أنت الآن في عمر 86، تصوروا 86 هي قاعدة عم تقول هذا الكلام، وهي توفت هلا بعمر 90 وما تغير شيء من كلامها أبدا وبعدها على نفس الأفكار. فبتقول لها كل عام وأنت بخير، لو عاد فيك الزمن لورا هل غيرت شيء او هل حتغيري شيء من افكارك؟ قالت لا، انا حستمر زي ما انا وثقت بنفسي اكثر ولعبت دور كبير بتغيير العقل المصري والعربي والاسلامي وفي العالم كله. بتقول لها انه انا كتبي تدرس وتترجم لكل العالم وهذا الكلام طبعا، فهذا شيء خطير جدا. بعدين طبعا بتنتقل بتحكي على موضوع اللي هو الحج، بتقول ان الحج هو بقايا وثنيه، الحج هو بقايا وثنية، وبتقول إنه مراسم الحج هي كانت موجودة قبل الإسلام، والكعبة اتبنت قبل الإسلام، والطواف حول الكعبة كان قبل الإسلام، وهي الطقوس كلها سابقة عن الإسلام، وهذا دليل إنه هي مش قارئة أو ما يعني ما عندها معتقدات المسلمين. لأنه رح أحط لكم مقطع هلا هون فوق، أنا عملت لايف من فترة سميته أديان سماوية أم كتب سماوية، وبتمنى من كل شخص يحضره لهذا اللايف، طويل شوي ولكن والله مهم جدا جدا جدا، لأنه للأسف في جهل اليوم نحن ما عم نفهم هاي الأمور. أنا قلت بهذا المقطع باختصار أنه في دين سماوي ولكن في كتب سماوية. شو يعني؟ يعني الله أرسل كتب سماوية، الإنجيل والتوراة والقرآن وغيرهم، ولكن كلهم كتب سماوية من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كلهم بيحكوا عن نفس الدين، دين واحد اللي هو دين الإسلام. وعطيت أدلة باللايف طويل جدا بس تحضروه، فيه بفرجيكم كيف انه من وقت سيدنا ادم ليوم القيامه، ادم اللي هو اول انسان يعني، ليوم القيامه ربنا ما في عنده غير دين واحد وما نزل غير دين واحد، كل الرسل اللي الله بعتهم كان دين واحد هو دين الاسلام. وحكيت باللايف من ايات القران مش من عندي، كل ايه بالقران طلعتها فرجيتكم كيف انه كل رسول وكل نبي قال بتمه انه هو مسلم. فوتوا احضروا اللايف، راح احط لكم اياه هون ان شاء الله، وهو موجود على كل حال بالمنتدى او الكوميونتي، انا حطيته هناك لاي شخص بحب يشوفه ويحضره.
فهذا اللي بتقوله هي، بتقول انه هذا، انه هاي الامور كانت قبل الاسلام، وهذا كله بدل انه هي جاهله، لانه الاسلام ما في شيء قبله، هو اول دين، هو دين ادم عليه السلام ليوم القيامه، وكل الرسل على مر التاريخ كانوا مسلمين، فهذا بدل انه هي مش فاهمه. مش فاهمه مزبوط يعني. طيب هلا رح نبلش بالمحكمه القرانيه. انتم سمعتوا كل شيء قالته نوال السعداوي، فيكم تحضروه مره ثانيه وثالثه ورابعه وتقارنوه باللي حتسمعوه هلا من القران الكريم. مبسوط جدا اني عملت هذا المقطع وجمعت كل هاي الايات اليوم، لانه حيكون هذا ان شاء الله موجود عندي على القناه لإلي لقدام بالمستقبل. إلي شرف انه عندي هذا المقطع بقناتي. بسوره الحج، نبدا بسوره الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، إلى آخر الآية. بداية سورة الحج بتدل على أنه طبعا في وصف ليوم القيامة وكيف الأهوال اللي بتكون بيوم القيامة، الشيء اللي هي أنكرته بكلامه، هي بتقول أصلاً ما في لا يوم قيامة ولا في حساب ولا في أي شيء من هذا الكلام. بنروح على سورة الحج نفسها بالآية 8 ومن الآية 7 وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهي طبعاً نكرت موضوع القبور ونكرت أنه في حياة أصلاً بعد القبور بالطريقة اللي حكى عنها الإسلام. هي بتقول أنه الإنسان بيتحول لزهرة وبيتحول لقط، وهذا الشيء معناته؟ معناته أنه لن يحاسب بكلامها هي، معناته لما في حساب، ربنا ما رح يحاسبك إذا صرت زهرة أو يحاسبك إذا صرت قط. فكلام بيتناقض يعني، هي بتنكر النصوص القرآنية ومعناتها. وكلمة النكران بالقرآن الكريم أو باللغة العربية بينكر وجود الله، يعني هو كافر بوجود الله، بينكر بكلام القرآن، يعني هو كافر بالقرآن. كلمة كافر معناتها ينكر، فهذا الشيء بنطبق عليها. بنيجي هلأ لنفس السورة الحج بسورة بآية 26 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هاي الآية بتبين انه الحج هو فريضة وانه هو شيء ربنا سبحانه وتعالى امرنا فيه، وهذا الشيء اللي هي كمان نكرته بمقابلاتها اللي سمعتوها. كمان بنفس السورة بالآية 32 ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهي طبعا كانت مش عم تعظم، كانت عم بتحقر او بتنكر هاي الشعائر وانه هي من عند الله سبحانه وتعالى وانه هي بالاسلام. بنيجي هلا لسوره البقره بالايه 85 بنص الايه 85 افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الآية واضحة، يلي ما بؤمن بالقرآن كله هذا إنسان له عذاب كبير يوم القيامة. بنص القرآن هذا الكتاب بتأمن فيه كله، ما فيك تأخذ أجزاء منه وتقول أنا هدول بقبلها وهاي الأجزاء أنا لا ما بقبلها. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت كإنسان مسلم اخترت هذا الدين بدك تؤمن بكل الكتاب، ما في حل تاني. فهي كانت أصلا عم تنكر الكتاب كله. نيجي هلأ لسورة المائدة للآية 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كلام واضح،
انه الانسان المسلم لازم يمشي على احكام الله سبحانه وتعالى واللي بيحكم فيه الرسول، ما لازم يعترض ولا لازم يقول سمعنا واطعنا. وهي طبعا هذا الكلام كله مش عجيب، لانه هي بتنكر اصلا هذا القران من عند الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. هذا بيعني انه هي هيك. بنروح هلا على سوره النساء على الايه 56، ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهي الآية واضحة جدا وبتدل على أنه النار هي شيء مش رمزي مثل ما هي بتقول، هي موجودة فعلا وهي نار حقيقية. بنفس السورة سورة النساء الآية 65، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الشيء كمان آية تانية بتدل على أنه أحكام الإسلام، الشيء اللي ربنا بيحكم فيه الرسول بيحكم فيه، لازم يطبق بالشريعة الإسلامية. وما بي يعني ما بيجوز للإنسان المسلم أنه يكون اللي عنده خيرة من نفسه، أو أنه أنا ما بدي أطبق كلام ربنا، هذا الشيء أنا ما بدي إياه، وهذا الشيء بقبله وهذا الشيء ما بقبله. نصوص القرآن واضحة، ما بصير نعمل مثل ما هي عم تقول انه انا باخذ الدين مثل ما انا بدي، او بفسره مثل ما انا بدي، او انه انا بنكر اصلا انه هذا الكتاب هو من عند ربنا، او انه بنكر احكام رب العالمين بخصوص الميراث وبخصوص الحج وبخصوص كل الامور اللي تتعلق بحياه الانسان المسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسوره الاحزاب بالايه 36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا الشيء واضح انه هذا الشيء الدين مش بالاختيار، يعني انا ما فيني اقول والله انا بختار هذا الشيء وهذا الشيء ما بدي اياه، وبسمع كلام ربنا بهذا الامر وما بسمع كلام ربنا بامور ثانيه، او ربنا كان مثل ما هي بتقول انه هذا الشيء مش من عند ربنا، او انه الدين الاسلام فيه غلط، او انه هو بيخدع الناس وبيضطهد الناس وبيضطهد المراه وهي الامور، او ما بتقبل حكم ربنا مثلا بالميراث وغيره. بنروح هلا على سورة الذاريات بالآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطبعا هي مثل ما قلت بتنكر أصلا العبادات وبتنكر أنه في أصلا جنة وفي نار وأنه في يوم حساب ولا أنه في يوم آخر. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بآخر الآية فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يومهم الذي يوعدون يعني يوم الآخرة اللي هي أساسا بتنكر وجوده، بتنكر أصلا أنه في جنة وفي نار. بنيجي هلأ لسورة الأنبياء آية كمان بتوضح أنه النار هي شيء حقيقي مش شيء رمزي. الآية 39، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هاي آية واضحة بتدل أنه هنا عم ينحرقوا عن جد، عم يتعذبوا بالنار عن جد. بنروح هلا على سورة الجاثية كمان بتدل على الناس اللي بتاخذ دينها على هواها ومثل ما هي بدها بتفسر الأمور وبتقبل من ربنا اللي بدها إياه وما بتقبل اللي بدها إياه وأصلا بتنكر وجوده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وطبعا هي عاشت حياتها كلها 90 سنة وما انختم على قلبها، يعني ما تغيرت أصلا وظلت مصرة على كلامها، بالعكس ازدادت سوءا يمكن وثقة بنفسها زي ما هي كانت عم تقول. بنروح على سورة الكهف الآية 103، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الشيء كلام واضح، ضل سعيهم، هن كانوا بيحسبوا أنه هن عم يعملوا منيح ولكن هن عم يفسدوا بالأرض، وكمان شو كفروا بلقاء ربهم، يعني هن كفروا بآيات ربهم ولقائه، يعني هي كفرت بيوم القيامة، هي بتقول ما في يوم قيامة، بتنكر بيوم القيامة، وهدول يلي بيكفروا بيوم القيامة وبأنه رح يلاقوا ربنا هدول لن يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، يعني رح يكون حساب عسير. بنروح على سورة آل عمران آيات واضحة جدا بتبين الحقيقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا. كل الرسل كان دينه الإسلام، ومثل ما قلت تفوتوا احضروها باللايف رح تفهموا الحقائق كلها، شو بدكم بالتضليل اللي بتشوفوه بالإعلام وبتشويه الحقائق. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ طبعا هي كانت مؤمنة وألحدت. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وهذا بدل أن العذاب هو شيء حقيقي مش رمزي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هي ظلت مصرة لعمر 90 سنة، توفت مصرة على كلامها. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم فأولئك هم الضالون. وهذا بالضبط اللي صار هي معاها، لأنه هي كانت مسلمة بالأساس، وكيف تحولت وكيف ازدادت سوءا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. آيات واضحة وبتدل على هذا الموضوع. هون بدي أحكي على شغلة سمعت من بعض الناس بيقولوا إنه هي تشاهدت قبل ما تموت وهذا الكلام. طبعا هذا كلام فاضي، ورح أحكي هلأ بعد شوي عن هذا الشيء بآخر المقطع عن قصة فرعون. فرعون قبل ما يتوفى أو قبل ما يموت قال إنه هو آمن برب العالمين، ولكن ربنا ما تقبل منه. بنروح هلأ على سورة تانية، على سورة المؤمنون الآية 99. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذا كمان دليل إنه في يوم قيامة وإنه في عذاب وفي حساب وإنه في نار حقيقية مش رمزي زي ما هي كانت عم تقول، ونكرت وجود النار. هذا رح نشوف بعد شوي كمان آيات بتدل على وجود الجنة، وهي الشيء اللي نكرته وقالت إنه هو شيء رمزي، ما في جنة عن جد. هلأ بنروح على سورة النحل. رح نبلش هلأ بوصف رب العالمين. هي طبعا بتقول إنه ربنا هو شيء رمزي، ما في شيء اسمه أصلا ربنا، يعني هو شيء رمزي، ما في إله يعني حي بتصرف بيخلق بيتحرك بينصر بذل بحاسب يوم القيامة. هذا الشيء كله هي نكرته. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وهذا الشيء اللي هي بالضبط كانت عم تسويه، هي لا تؤمن بالآخرة، فهي قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذا مجرد استكبار. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله بيعلم شو كان في جواتها وكيف شو كانت عم بتقول وشو نواياها من جوا. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طبعا هذه الآيات كلها مثل ما انتم تسمعوا تنطبق على كلامه. بسورة الأنعام الآية 101. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا الشيء بدل أنه ربنا هو حي، يعني حي بتصرف، مش مجرد شيء رمزي زي ما هي عم تحاول تزرع جوات النفوس انه ربنا هو شيء رمزي. هو مجرد ضمير، هو مجرد صفات اخلاقيه، هو رحمه عدل، يعني هو موجود وين ما كان، هو مجرد صفات عن كل الناس، يعني هو شيء الناس اخترعته، ما في شيء اسمه الله. هيك بتقول هي بتنكر وجود الله بمفهوم القراني، بمفهوم الحي الذي لا يموت اللي بتصرف اللي راح ينقابله يوم القيامه. هي نكرت كل هذا الشيء. يعني صحيح هي احيانا بتكون لغتها غامضه أو ملغومة، ولكن هو هذا الواضح
اسمعوا الكلام اللي قالته بالحرف واللي انا عم بقوله بالقران، بتشوف انه هي تنكر كل هذا الشيء، تنكر وجود ربنا، تنكر وجود الحساب، الاخره، الجنه، النار، الرسل، تنكر انه هذا القران من كتاب رب العالمين او كلام رب العالمين، تنكر هذا الشيء كله. بنروح هلا على سوره ياسين، الايه 48 بتوضح كل هاي الامور، بتدل على جهل هاي الامراه وانه هي ما كانت عارفه شو عم تحكي، او عارفه شو عم تحكي ولكن هي تنكر انه تنكر الاسلام وتنكر الايمان برب العالمين وتنكر وجوده وتنكر القران الكريم وكل شيء خصه بالاسلام. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. يعني لما يجي يوم القيامه الانسان اللي بيكفر بيوم القيامه وما بيصدق انه في يوم قيامه، لما يجي هذا اليوم ما راح يلحق يكتب الوصية تبعيته، ما راح يلحق يرجع لأهله أصلا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني الناس راح تطلع من القبور. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فمثل ما شايفين هون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. هذا كله بدل انه في يوم قيام، هي قالت انه ما في حساب وما في اصلا قيام بعد القبر، وما في حساب ولا في جنه ولا في نار ولا في اي شيء من هذا الكلام، يعني هي بتنكر القران الكريم. بنروح هلا على سوره الغاشيه من الايه 8، وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. هذا كله بدل على وصف الجنة، إنه هذا شيء حقيقي مش شيء رمزي، هذا وصف دقيق، وصف لأمور حقيقية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا كله بدل على وصف الجنة، وبدل كمان أنه في حساب يوم القيامة، أنه الناس راح ترجع لعند رب العالمين لحتى تتحاسب. هذا الشيء اللي هي نكرت تنكره تماما، بتقول هذا الشيء مش موجود ومش حقيقي، يعني هي بتكفر أو تنكر كلام القرآن الكريم أبدا، ما بتصدق فيه. بنيجي هلأ لسورة المدثر على الآية 39، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لاحظوا هاي الآية، ركزوا فيها، كنا نكذب بيوم الدين، يعني اللي بينكر يوم الدين هذا إنسان مصيره جهنم. وحتى هذا الآية بتحكي عن سقر، سقر هي مرحلة صعبة جدا من جهنم، يعني هي من أسوأ، يمكن أشد عذاب بجهنم. بنروح هلا على آخر آيتين في عنا إياهن، سورة الحاقة. بنروح على سورة الحاقة على الآية 19، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر الآية. هذا الشيء كله بدل على اللي بينكر يوم القيامة وبينكر وجود رب العالمين وأنه في حساب، شو راح يكون عذابه. وربنا هون بالتفصيل عم بيشرح يوم القيامة شو راح يصير بالتفصيل، الإنسان المؤمن والإنسان الكافر شو راح يكون عم بيقول. نختم هلأ بآخر سورة، بسورة سيدنا محمد عليه السلام، سورة محمد خاتم الرسل، بوصف الجنة يلي هي بتنكر وجودها، بتقول إنه هي شيء رمزي. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير
آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فإذن كل هاي الآيات بتدل على أنه الجنة بوصف حقيقي بوصف تفصيلي أنه هي شيء موجود حقيقة وأنه مش شيء رمزي. وهذا الشيء أصلا بتناقض، لو أنه شيء رمزي يعني الإنسان ما رح يتحاسب حقيقة، معناته ليش عم بروح بيعمل عبادات وبيعمل هاي الأمور، ومعناته ما في داعي للعبادات. وبنرجع على الآية الأساسية وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فإذا كلام هاي الإنسانة نوال السعداوي يعني غير منطقي وبتناقض تماما، هي بتنكر كل شيء موجود بهذا القرآن الكريم، أصلا هي بتنكر أنه هو كتاب مقدس. هذا اللي حبيت أقوله اليوم، أتمنى يكون المقطع مفيد للكل وعجبكم. طويل شوي ولكن فيه كل هاي الآيات، وطبعا القرآن مليان آيات أخرى بنفس السياق، ولكن هذا اللي قدرت أجمعه اليوم يكون هيك مثل مرجع هذا المقطع لنقدر نفهم إن كان نوال السعداوي أو أي إنسان بحاول يعيد أو يحكي الأمور اللي هي حكت فيها. وهلأ كمان بدي أعرض عليكم آخر آية بخصوص فرعون، مثل ما بعض الناس عم تقول إنه هي تشاهدت قبل ما تموت وربنا بيكون غفر له، وهذا الكلام الفارغ وكلام فاضي. خلونا نشوف الآية اللي بتحكي عن فرعون، كيف إنه هو قبل ما يموت نطق إنه هو آمن برب العالمين، ولكن ربنا ما راح يتقبل منه أبدا وراح يفوته على جهنم. شو بتقول الآيات؟ اسمعوا هاي الآية بسورة يونس الآية 90. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني رب العالمين، وأنا من المسلمين. لاحظوا هذا بيرجع بدلكم كيف أنه أيام موسى فرعون كان موسى مسلم، وهذا طبعا حكيته باللايف. هون فرعون، تخيلوا فرعون عم بيقول قبل ما يموت وأنا من المسلمين، اللي حتى بس ينفد بجلده. الآن ربنا عم بيقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. طبعا هاي آية بتدل أنه ربنا ما تقبل منه، مع أنه حاول ينطق الشهادتين أو أنه يآمن، يعني ربنا ما قبل منه. بآية تانية بيقول ربنا ويوم تقوم الساعة، أو بهذا المعنى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني آل فرعون هن بجهنم، يعني فرعون بجهنم وربنا قال عنه بس أنجاه ببدنه، مع أنه قال أنه هو آمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنه من المسلمين، يعني هو فرعون عم بيقول أنا من المسلمين، ربنا ما هيتقبل منه. فهذا رد كبير على الناس اللي عم تقول كل هاي السنوات لعمر 90 ماتت، يعني عاشت وهي عم بتحارب الإسلام وبتنكر الإسلام وبتنكر ربنا وإنه ما في الله وما في قرآن وما في جنة ولا نار ولا حساب ولا أي شيء. أخر يطلع لك واحد بقول لك والله سمعت عم تقول الشهادتين قبل ما تموت ويلا سامحوها. أصلا هو الموضوع مش عندنا نحن، هو الموضوع عند رب العالمين، ولكن هذا نص القرآن. عملنا محكمة قرآنية لنوال السعداوي، أظن الأمور صارت واضحة جدا، لا في تمييع ولا في مجاملة ولا في تحيز ولا في أي شيء من هذا القبيل، كلام واضح. ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم إن شاء الله بالأيام الجاي. وهاي الناس إن كانت نوال السعداوي أو غيرها بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل دائما راح يطلع لنا ناس من هاي الأشكال، ولكن الوعي لازم يكون هون والمسؤولية علينا نحن. كل ما قرأنا بهذا الكتاب وكل ما درسنا أكثر وفهمنا أكثر بنكون نحن قادرين نرد على هذول الناس ونسكتهم بالمهد. وآخر شيء بدي أقوله إنه يعيب الشوم على أصلاً الإعلام تبعنا يلي عم بيخلي هاي الناس تتصدر الشاشات وتبث سمومة على بعقول أولادنا والأجيال اللي موجودة بهذا الزمن والأجيال القادمة. يعيب الشوم على قنوات تستضيف هيك ناس عم بتقول علناً إنه هي بتنكر القرآن وبتنكر ربنا وبتنكر كل هاي الأمور وبيستضيفوها وبأهلوا فيها وإنه هي دكتورة وما بعرف شو. وبالختام بدي أقول إنه حرف الدال هذا مصيبة الدول العربية بهذا الزمن. حرف الدال هذا قبل الاسم الدكتور فلاني، مجرد ما شخص يأخذ دكتوراه عنا ببلادنا للأسف من جهلنا بيصير بحق له يحكي بأي شيء وبيفتي باللي بده إياه، وأول شيء بيسويه بيصير يتكبر على رب العالمين ويتهجم على الناس ويتهجم على الدين، وبيفكر حاله ملك العلم وملك علم الأكوان كله. شو بدي أحكي الواحد بس. نرمعكم حالكم، بشوفكم إن شاء الله المقطع الجاي. السلام عليكم، وكان معكم خالد.